أهلا ومرحبا بكم بالدرس الأول من دروس الـ CCMP Enterprise مادة الـ INCORE الـ Enterprise Core الخاصة بموضوع الـ CCMP Enterprise. كل الدروس الـ CCMP Enterprise والدروس السابقة هي مقدمة من الشبكة التعليمية الـ APE 360. مثل ما تعرفون سيسكو غيرت المناهج كلها الخاصة بها، وأحد التغيرات اللي صارت عليها هي مادة الـ CCMP اللي كانت تسمى مادة الـ CCMP Routing and Switching، تغيرت إلى موضوع الـ CCMP Enterprise. هاي المادة جدا مهمة، أقصد مادة الـ INCORE اللي هي الكود الإكزام مالتها 350-401. حبين ليش هاي المادة مهمة جدا بموضوع الـ CCMP Enterprise. هي الخطوة الأولى بالـ CCMP Enterprise، ممكن تكون الخطوة الأولى بهاي المادة والخطوة الثانية بمشوارك طبعا بعد الـ CCNA. قبل ما أبين لك أهمية هاي المادة الكبيرة حقيقة بمشوارك إن شاء الله، خلينا أعطيك نبذة مختصرة عن الأساتذة اللي حيدرسون هاي المادة الـ Instructors. بالبداية يمكن تعرفوني، اسمي ضاري خالد، عندي الـ CCIE Routing Switching من 2015 و CCNA من 2006 تقريبا، CCMP Security اللي كانت تسمى CCSP Security Professional، و CCMP من 2008، عندي Master of Computer Science Information Security من 2014، وعندي بعض الشهادات كذلك من الكلاود والسيكوريتي والواير شارك وهاي المواضيع. حكون معاكم، هذا إيميلي أمامكم، ومثل ما تشوفون هاي العناوين اللي تقدرون تتواصلون بيها معي. طبعا حيكون معايا بالكورس الأستاذ عمر عادل، الأستاذ متمكن جدا عمر عادل بموضوع الأوتوميشن والآي بي سيرفيسز وهاي المواضيع، إن شاء الله حيكون مرافقنا. عمر عنده CCNA من 2015، CCMP من 2016، ديزاينر بروفيشنال من 2019، MCSA مايكروسوفت، وشرح المادة كذلك من الشبكة التعليمية الـ APE 360 مادة الـ MCSA Windows Server 2016، و Palo Alto Security Engineer، وعنده باوتشلر في الكمبيوتر ساينس او بالكمبيوتر انجينير العفو من 2012. عناوينها اللي تشوفوها امامكم، وان شاء الله يرافقنا بدروس الاوتوميشن والاي بي سيرفيسز واللاب بريبريشن كذلك بموضوع الايف والمواضيع الاخرى الخاصه المتعلقه باللاب. اذا هاي نبذة مختصرة على موضوع او على الاساتذة اللي حيرافقوكم ان شاء الله بهذا الكورس. ان شاء الله يكون الطرح مالتنا مفيد للجميع. نبدي بموضوع الانترودكشن لمادة الـ CCMP Enterprise وبالخصوص مادة الـ INCORE. مثل ما قلت لكم هاي المادة جدا مهمة، يعني يمكن اسميها البيج ديل، يعني اذا حصلت هذا الديل او حصلت الـ INCORE حقيقة هتفتح لك بيبان كثيرة. ليش مهم الـ INCORE أو الـ Enterprise Core أو هاي الشهادة اللي هو الكود مالتها 350-401؟ ركز وياي ليش مهمة قبل ما نروح على التفاصيل مال المادة اللي حنتكلم عليها. مهمة بالبداية لأنه أنت من حتحصل الكور أو الـ INCORE تاخذها، بعدها أي شهادة من المواد اللي أمامك هنا أنت حتكون specialist بالمادة اللي حتاخذها من هنا، وحتصير عندك professional network. هاي الخطوة الأولى. إذا هاي الشهادة تأهلك إنه تكون specialist وprofessional في نفس الوقت. أوكي، لاحظ أهميتها إذا تكلمنا على هذا الليفل. How about الليفل الأعلى؟ أو بات الليفل الأعلى. الليفل الأعلى أكيد هو الـ CCIE Enterprise. قبل الـ CCIE كان يحتاج لها written، وهذا الرتن لازم تعديه، وكان أغلب الطلاب حقيقة الرتن يصيبهم بالإحباط لأنه سعر الامتحان غالي، الامتحان multiple choice around 100 question. حتى تأهلك تروح لللاب، ما أنت قاري اللاب ليش ما تروح immediately يعني، بس قال لك هذا الرولز. حقيقة هاي الرولز يعني ظلت تقريبا أكثر من 11 سنة،
أو أكثر من 12 سنة على ما يعني على حد علمي. الموضوع تغير بالإنكور، قال لك الآتي، إنه أنت إذا أخذت الكور هذا أنت حتكون مؤهل للذهاب إلى اللاب، حتكون مؤهل للذهاب إلى اللاب بدون أي مشاكل، تروح تمتحن اللاب. يعني صار قبل كان الريتن للسي سي اي ما إلى قيمة، لأنه فقط يأهلك لدخول السي سي اي اكزام اللاب، بس الآن خلينا نعتبر هذا الريتن هذا صار إلى قيمة، كأنما يدخلك لللاب وكذلك ينطيك بروفيشنال أو يعطيك سبيشالست إذا تأخذ شهادة من هاي الشهايد. تمام، إذا الامتحان أولا صار إلى قيمة وخصوصا الكور. تمام، النقطة الأخرى المهمة جدا، إن شاء الله حنشوف المواد الخاصة بالكور بالإنكور، حنشوف إن شاء الله المواد مالته متعلقة تماما هنا ومتعلقة تماما هنا، يعني إلها ربط، يعني المادة متسلسلة وحقيقة إلها ربط. شون لاحظوا يا من حنشوف بمواد الإنكور، حنشوف مواد كثيرة تتكلم، أو البارت الأول يتكلم مثلا عن الديزاين أو على الأركيتكت. أوكي، لاحظ هنا مادة كاملة هي تتكلم على الديزاين، فأنت بالكور حتاخذ جزء من الديزاين، حيكون عندك آلية وتفكير الديزاينر أو مصمم الشبكات. هذا النقطة الأولى مثلا. النقطة الثانية، الكور أو الإنكور راح يتكلم على تكنولوجي الـ SD-WAN بشكل أو بآخر، حيحكي على تصميمها، حيحكي على أفكارها. إذا حتكون إنه أنت عندك فكرة على الـ SD-WAN تكنولوجي، فمن تروح تمتحن الامتحان الثاني اللي هو مال الـ SD-WAN حتكون أنت already سامع الكلام على الـ SD-WAN وفكرته بشكل ولو بسيط على الإنكور. تمام، الإنكور كذلك يعطيك الـ Layer 2 والـ Layer 3 اللي يسميها Infrastructure. أوكي، ويعطيك إياها بطرح قوي جداً، فانت من حتروح تمتحن الشهاده اللي هي امبلمنت، اللي هي هاي الاولى امبلمنت سيسكو انتربرايز للادفانسد راوتينج اند سويتشينج او راوتينج اند سيرفيسز، انت حتكون متمكن بيها لانه انت اوريدي بالكور افتهمت شنو القصه. بالانكور كذلك يتكلم بشكل كذلك يعني جيد على موضوع الوايرلس، بحيث انت من تطلع من الكور والانكور تفتهم الوايرلس بالسيسكو شلون ماشي، ومثل ما تشوف سيسكو سوت 2 شهادتين على موضوع الوايرلس، يعني حيكون عندك علم بيها كذلك من خلال الكور. الفقرة الأخيرة بالكور والمهمة جدا والجديدة اللي مثل ما قلت لكم أستاذ عمر حيرافقكم بها، موضوع الأوتوميشن. الأوتوميشن موضوع جدا مهم، بالكور حناخذ فكرته. هاي الأوتوميشن وفكرة الأوتوميشن بالكور حتكون دسمة جدا وقوية جدا، حتساعدك شنو؟ حتساعدك أنه تكون مؤهل لهذا الامتحان اللي هو الـ Implement Automation for Cisco Enterprise، هذا السلوشن. إذا الكور مثل ما تلاحظ ينطي المؤهلات أو يطي الخطوط العريضة لموضوع CCNP Specialist، لموضوع هاي المواد كلها. لاحظ، لذلك أنا إذا أقول لك الإنكور مهم جدا، ليش؟ لأنه ينطيك الباث لكل المواد اللي تشوفها هنا، ويعطيك رؤوس الأقلام المهمة لكل هاي المواد. فقط هذا الجانب يعطيني؟ لا، يعطيك الجانب الآخر اللي هو ان شاء الله حنركز عليه. لذلك احنا الـ CCNP Enterprise الانكور حقيقة حنشرحها ب هو صح شرح CCNP بس حيكون بروح الـ CCI، حنشوف كثير مواضيع متقدمة ان شاء الله وتدريبات قوية حتى تأهلك للمرحلة الثانية اللي هي ربما تكون الـ CCI Enterprise. تمام، اذا الـ CCNP عرفنا يأهلك هنا، وعرفنا حنشوف المواد إن شاء الله. هل يأهلني للسي سي آي؟ أكيد، لأنه حنيجي نشوف مثل ما تلاحظ هنا Network Infrastructure بالسي سي آي 30%. حنشوف طرح كثير بالإنكور على موضوع الراوتينج سويتشينج، Network Infrastructure 30%، يعني معناتها راوتينج سويتشينج و آي بي سيرفيسز. تمام، Software Defined Network ده شوفها هنا النقطة الثانية بالسي سي اي اللي هي 25%، يعني دي ان اي ويعني اس دي وان. اوكي،
هاي اكيد حنجي نشوفها بالكور بشكل مقبول وبشكل يخليك مؤهل انه انت تمتحن الاس دي وان هنا، ويكون تكون مؤهل انه تروح تفتهم افكار السي سي اي لاب، وتكون مؤهل ان شاء الله لللاب كذلك بعد ما تقرا وتحضر له ان شاء الله. كذلك الكور حيفيدنا بموضوع التكنولوجي اند سولوشن اللي هي الترانسبورت تكنولوجي اند سولوشن، يفيدنا بالسكيورتي، حنتكلم على السكيورتي، وكذلك يفيدنا بالنقطه اللي ذكرتها، يفيدنا بموضوع الاوتوميشن اللي صارت جزء مهم بامتحان السي سي اي انتربرايز. وطبعا مثل ما تلاحظ هنا أنا حتى سيسكو بالسي سي اي انتربرايز سوت هذا الديزاين اللي تقدر تشوفه بمناهج السي سي اي انتربرايز، انه نبدي بفكره الديزاين، بعدين نبدي بالديبلوي، وبعدين الاوبريشن، وبعدين الاوبتمايز. مثل ما تلاحظ هاي المواد كلها لها علاقه بالانكور بشكل او باخر، يعني موضوع الديزاين، موضوع الديبلوي، الديبلوي هو مواضيع التطبيقات، يعني الديزاين اللي انت سويته للشبكه، سويت الديزاين كملته، يلا الان سوي تطبيق للديزاين اللي سويته، ورا ما سويته implement و deploy وكل شيء تمام، هسه الان تسلمه بالاوبريشن، يبدي الصيانه له، خاف يصير مشكله، خاف يصير كذا، يوقع الشبكه، عندك انت operation team يديم هاي الشبكه، وبعدين تبدي تسوي الاوبتمايزيشن حسب اختياراتك وحسب احتياجاتك للشبكه، تبدي تلغي وتبدي تضيف وهاي المواضيع كلها. لذلك هذا النيتورك لايف سايكل مهم جدا كذلك بموضوع السي سي اي. وانتبه دي يدور داير مدايرة، فتشي اسمه الاوتوميشن، فتشي اسمه النيتورك بروجرامابيلتي، هذا مهم جدا، لان كل هاي المواضيع الديزاين والديبلوي والاوبريشن والاوبتمايزيشن صارت الان كودينج، ممكن تطبيقها از كودينج از اوتوميشن. هذا كذلك حنجي نشوفه ان شاء الله بالانكور، ومستقبلا حنشوفه بمناهج السي سي اي ان شاء الله. بشكل مختصر حتى نفهم قيمة الانكور، الانكور حقيقة حيأهلك انه تكون specialist and network professional من خلال الخطوط العريضة او الباث او البيبان اللي حيفتح لك اياها لهاي المواد، وكذلك حتكون مؤهل انه انت تفهم وتتعامل مع الـ CCI Enterprise Infrastructure Lab اللي حيكون كذلك الـ your challenge او التحدي قادم لك بعد الانكور او بعد السي سي ام بي ان شاء الله. خلينا نروح نشوف مواد السي سي ام بي الانكور 350-401 شنو تحوي. تمام، هاي الامبلمنت سيسكو انتربرايز نتورك كور تكنولوجي اللي هو الاي ان كور، اللي هو الانكور للاختصار مالته. هذا مثل ما تشوف المنهج اللي حنتكلم عليه وحنطرحه ان شاء الله. الكود مال اكزام هو 350-401 وهذا ال فيرجن الاول. تمام، خلينا نشوف المواد. الماده الاولى اللي حيكون الكلام عليه هو الاركيتكتشر، المعماريه، الديزاين، التصميم الشبكات. وهذا حقيقه ماده مهمه جدا، كانت يعني بها اشكال بالسنوات القديمه، كان جابس جدا كبير بين السي سي ام بي والسي سي اي، لانه المهندس يجي ما يعرف التصميم شلون يصير، شنو البيست براكتس، شنو التير 1 التير 2 تير 3، شنو هذا الديزاين، شنو الفابريك كاباسيتي بلان، كلها ما يعرفها، الوان ديزاين شنو، ونضافت لها الاس دي وان ديزاين شلون، والاس دي اكسس، وهاي المواضيع كلها ما يعرفها. فلذلك الاركيتكتشر هي حتكون المادة الأولى، وحنتعرف على الانتربرايز نتورك ديزاين اللي هي التير 3 والتير 1 مثل ما تلاحظ هنا، حنتعرف كذلك على موضوع ال first hop redundancy protocol مع ال SSO اللي هو الستيتفول سويتش اوفر، هذا مهم جدا حقيقة، انضافتها سيسكو بيها لسويتشاتها يعني مو مؤخرا، وانما هو الكونسبت موجود من قبل. حنتعرف على الاركيتكتشر الخاص بال wireless deployment والديزاين مالته شلون يكون. حنتعرف حقيقة على شكل يعني بشكل مهم موضوع الـ SD-WAN، موضوع جدا مهم، ومثل ما قلت لك إلى شهادة كاملة بالـ CCMP Specialist، وكذلك إلى جانب أو جزء كبير بالـ CCI Exam كذلك. حنتعرف بهذا البارت على موضوع الـ SD Access، الـ DNA، شنو قصة الـ DNA وشنو قصة الـ SD Access، وين نطبقها، وشنو الـ Traditional Network اللي كانت موجودة حتى أساس الـ SDS أو الـ SDA
او الاس دي اكسس هو يحل المشكله او يهندل النتورك. حنتعرف على مواضيع الكواليتي اوف سيرفيس بالديزاين كذلك، شلون يصير الديزاين اند تو اند بيس تو هاب. هاي كل المواضيع ان شاء الله حنشوفها ب description الكونسبت الواير اند وايرلس كواليتي اوف سيرفيس. حنتعرف على الهاردوير الخاص بالسيسكو اللي هو يساعد السيسكو بموضوع السويتشنج ميكانيزم بالنقطة السابعة، وهو كذلك من الاركيتكتشر الخاص بالأجهزة السيف والتي سي اي ام تيبل، وشنو الفرق المهم جدا، خليني أشر هذا الموضوع مهم جدا، اللي هو الديفرنت بين التيبل او الاف اي بي والار اي بي، الفورورد انفورميشن بيس والراوتنج انفورميشن بيس، هذا مهم جدا حنجي نشوفه ان شاء الله. النقطة الثانية اللي هي لها 10% الفيرجواليزيشن. الفيرجواليزيشن حتتعلم فكرة الفيرجواليزيشن وسيسكو وين هي بالفيرجواليزيشن. حقيقة سيسكو لها طرح قوي بالفيرجواليزيشن، وخصوصا بالسنوات الأخيرة بموضوع السويتشنج فيرجوال سويتشنج، وخصوصا بالنكسس حنتعرف على بعض المواضيع فيرجوال ماشين والهايبر فايزر تايب 1 وتايب 2. سيسكو لها طرح كلش قوي بالنقطة الثانية اللي هو خليني أسلكها، اللي هو ال VRF Virtual Route Forwarding مع ال GRE and IPsec Tunnel، حقيقة خاصة بمواضيع ال VPN حنتكلم عليها. VRF مهمة جدا 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 بموضوع ال CCIE، وكذلك مهمة جدا بمواضيع ال Specialist اللي حنتكلم عليها بالمستقبل، مواضيع ال SD-WAN، المواضيع كلها لها علاقة بال VRF بشكل كبير. يعني ال VRF حقيقة هو من التكنولوجي اللي جدا مهمة من الآن ومستقبلا، هي كانت موجودة بس الآن طورت وصارت في كل مكان ال VRF. حنتكلم على النقطة الثانية اللي هو two protocol اللي هو ال LICP LISP، وكذلك بروتوكول ال VXLAN. ال VXLAN من المواضيع المهمة، وكذلك تطبيقات ال LICP سيسكو عندها طرح بي جميل جدا، وال VXLAN اللي هو يسوي لي extension للاير 2 حنجي نشوفه. ال LICP كذلك بروتوكول يمكن انت ما سامع به، هو بروتوكول قديم بس بدا الحاجة الى الان كثير مع ال VXLAN. حنجي نشوف كذلك تفاصيله بالتدريب العملي على الـ LICP. الـ 30% اللي هي المادة الدسمة بهذا الموضوع اللي هو الـ Infrastructure اللي هو Layer 2 و Layer 3. طبعا الـ Layer 2 اللي نعرفها الـ RSTP، الـ MSTP، الـ Ether Channel، الـ Dynamic Trunking Protocol. الـ Layer 3 حيتكلم على الـ EIGRP والـ OSPF، أهم بروتوكولات مثل ما تلاحظ، يعني لغة بالمنهج موضوع الـ RIP وهاي المواضيع. وطبعا الـ BGP هنا دا يقول لك يتكلم فقط على الـ EBGP، ما ذاكر الـ IBGP، بس احنا حقيقة هنطرح موضوع الـ IBGP والـ Route Reflector وهاي المواضيع حتى يكون عندك علم بالموضوع. المادة الأخرى بالإنفراستركتشر هي الوايرلس، مثل ما تلاحظ هنا أنا هاي مواضيع الوايرلس اللي هي موضوع الأكسس بوينت، الاي بي كنترول، وايرلس لان كنترولر، شلون يصير الديزاين مالته، شلون يصير الديسكفر والسيلكشنز بروسيس، كل هاي المواضيع حنتعرف عليها بالوايرلس. IP services ال NTP وال NAT وال HSRP، وكذلك المواضيع الخاصة بال VRRP، هاي مهمة جدا وحقيقة تسمى الـ IP services. ممكن أستاذ عمر حيكون يطرح هاي المواد بالتطبيقات العملية كذلك. وموضوع مهم جدا هنا أنا أشوفه اللي هو المالتيكاست بروتوكول، هذا موضوع جدا حقيقة مهم، حشوف لكم طرح جدا واضح بموضوع المالتيكاست بروتوكول حتى يكون واضح عندكم، لأنه إذا ما تعرف المالتيكاست بشكل أو يصير عندك بي فاندمنتال صحيح حيصير صعب لك بموضوع الـ CCIE. الـ CCIE مهم جدا بموضوع المالتيكاست. Network Assurance اللي هو مواضيع المونيتورينج والديزاين وهذا الـ Debug والـ NetFlow والـ SPAN والـ RSPAN والـ ERSPAN، هذا مهم
وحنسوي بيه تدريبات عملية إن شاء الله، هو الـ Switch Protocol Analysis Network و Remote Switch Protocol Analysis وال Enhanced Remote SPIN. هذا مهم الـ IPSLA كذلك. وهنا حنشوف الـ DNA اللي هو بموضوع الـ Assurance، مهم جدا بالـ DNA يشوفك الـ Tracking لكل يوزر. وحقيقة الـ DNA هو أصل مادة الـ SDA Access، هنجي نشوفه إن شاء الله. طبعا عندنا هنا Configure and Verify Net Config وال REST Config، هذا إلى علاقة بشكل أو بآخر بموضوع الـ SDA Access هنجي نشوفه، والـ Automation ومواضيع الـ API كذلك. السكيورتي مثل ما تشوف هنا حنتكلم على مواضيع السكيورتي والديفايس كنترولر والاكسس ليست والتربل اي. حنتكلم على موضوع الاكسس ليست وتكنولوجي من سيسكو اسمها السي او بي بي اللي تحمي من الدي دي او اس ومن هجمات الدي دي او اس، حنيجي نتكلم عليها كذلك. شلون نسوي سكيور للاي بي اي سكيورتي، وحنيجي نعرف فكره الاي بي اي وليش لازم نسوي له سكيورتي. طبعا النقطة الأخرى خاصة بالوايرلس سيكيورتي الـ EIP والـ Loop Authentication، أعتقد السيسكو عندها شيء اسمه الـ ICE اللي هو Identity Security Engine ICE، هذا كذلك يساعد بمواضيع الوايرلس سيكيورتي والـ Authentication. يمكن كذلك نشوف كم فكرة بالمنهج. كذلك مواضيع الـ Components في الـ Network Security Design، لازم تفهم Thread Defense شنو، الـ Endpoint Security، Next Generation Firewall موضوع مهم جدا لازم تفهمه وتفرق بينه وبين الـ Firewall العادي، هذا كذلك من المواضيع المهمة حنصادفها بهذا المنهج. الجزء الأخير من الإنكور الـ CCMP Enterprise هو الـ Automation. الـ Automation حقيقة من المواضيع الجديدة وحيكون موضوع مهم جدا، أستاذ عمر حيرافقكم به إن شاء الله. الـ Automation حيتكلم على الـ Python Components وشنو شلون تبدي بموضوع الـ Python. حيتكلم على الـ Java بلاتفورم اللي هو الجيسون، هذا مهم جدا 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 مو فقط بالسيسكو، بكل الكلاود بلاتفورم الجوجل اي دبليو اس، كل الاغلب الاجهزه الان تدعم الجافا بلاتفورم الجيسون، هذا لازم تتعلمه وتعرف اساسياته. وحقيقه موضوع حيكون سهل جدا وحتفهموه بشكل واضح، ما يحتاج له وقت كثير يعني حقيقه، ممكن البايثون يحتاج له كثير. اليانج الموضوع الآخر اللي هو شبيه للجيسون كذلك، حنيجي نشوف فكرته وشون تسوي شون تسوي الاوتوميشن بالدي ان اي، هاي مهم جدا، وشون تسوي بالفي مانج. هنا من يقول لك دي ان اي، من يقول لك هنا دي ان اي ويقول لك في مانج، يعني ده يقول لك اس دي اكسس الخاص بالسيسكو دي ان اي، والفي مانج هاي البورال او المانجمنت انترفيس اللي تدير بيها موضوع الاس دي 1. يعني هنا يقول لك شلون حتطبق الاس دي الاوتوميشن بالدي ان اي وشلون تطبقه بالاس دي 1. حقيقه موضوع مهم جدا ورائع جدا حيكون كذلك يعني بالمنهج، وحنسوي تطبيقات عمليه عليه. شلون نسوي الاي ام والاوتوميشن كونفيجريشن اللي هي من سيسكو، يعني بعض الاوتوميشن بالكونفيجريشن ترابل شوتينج والديتا كولكشنز، وكذلك شلون تتعامل مع التولز الخاصه بالاوتوميشن اللي هي مثل الانسيبل، مهم جدا حقيقه، استاذ عمر حيبين لكم هاي التفاصيل كلها بالاوتوميشن. تمام، هاي فكرة المنهج، هذا الانترودكشن للخطة مالتنا إن شاء الله، هاي المواضيع اللي حنطرحها. أهم شيء أريد أبين إنه كل الخطة مالتنا بهذا المنهج حتمشي بكونسبت مهم اللي هو ناخذ الايديا وبعدين نسوي بروجكت عليه أو نسوي لاب عليه. اوكي، ناخذ الايديا وبعدين نسوي بروجكت عليه. هاي فكرة الانترودكشن. خلونا نروح للفقرة الاولى قبل ما نبدي بالمواد اللي هي الفقرة الخاصة باللاب بريبريشن. اللاب بريبريشن هي اهم فقرة اني اشوفها باي منهج وخاصة بالمناهج السيسكو. خلونا نتعرف على اللاب بريبريشن تولز، التولز اللي حترافقنا بكل اجزاء الكورس الـ CCMP Enterprise سواء الـ Core أو الـ Encore والمواد الأخرى. خلينا نشوف الـ Lab Preparation.